وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير بعد التحية، يعني أبدأ من حيث انتهى التقرير وأن مصر هي رمانة الميزان، مواقفها ووسطتها دائما مرحب بها عربيا وإقليميا ودوليا فلسطينيا وحتى إسرائيليا. كيف ترى الجهود المصرية الحثيثة خلال الفترة الماضية سياسيا ودبلوماسيا دعما للقضية الفلسطينية؟ أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. لا شك أن مصر منذ بداية الأزمة بل وقبلها تضع القضية الفلسطينية في قمة أولويات مصر بصدد حقوق الشعب الفلسطيني. لا شك أن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وقد اتخذت موقفا إيجابيا وبناء نحو ضرورة وقف إطلاق النار وأيضا إفراج عن الرهائن ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. لا شك أن التحرك المصري في هذا الصدد كان يشمل كافة المحاور، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو على المستوى المتعدد، سواء كان ذلك على المستوى العربي أو على المستوى الأفريقي أو المستوى الأوروبي أو على مستوى الأمم المتحدة، وأيضا مع القوى الكبرى والأقطاب الدولية. لا شك أن جهود مصر في هذا الصدد لقيت كل ترتيب وتأكيد على دور مصر المحوري، وأنها أيضا لقيت كل التقدير والاحترام على هذا الجهد غير المسبوق الذي اطلعت به مصر على هذه المحاور جميعا. ربما لم يكن هناك أي دولة أو مبتدأ أو أي حتى يعني مجموعة من التجمعات الإقليمية سواء على المستوى العربي أو المستوى الأوروبي أو مستوى الأمم المتحدة بذلت كل هذا الجهد المحوري في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار وأيضا الإفراج عن كافة الرهائن وأيضا رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، وفي نفس الوقت أن يكون هناك أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة فلسطينية متصلة عاصمتها القدس الشرقية. لا شك أن جهود مصر أيضا واضحة جدا في الأمم المتحدة، سواء كان في الجمعية العامة أو سواء في مجلس الأمن، وإن كانت هذه الجهود ليست بشكل مباشر وإنما في إطار المجموعة العربية ومجموعة الدول المتعاونة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي نجد في القرار الأخير الخاص بعضوية دولة فلسطين في كافة أجهزة الأمم المتحدة والاعتراف بها كان واصل عدد المؤيدين 143 دولة. لا شك أن هذه الجهود غير المسبوقة، هذه الجهود التي تؤكد على رؤية مصر التي تحظى بكل التقدير والاحتراف في وقت نحن في أشد الحاجة لوقف العدوان وأيضا حل المشكلة الفلسطينية وعودة الهدوء إلى قطاع غزة. سعادة السفير، وأيضا وقف التصعيد. نعم، مصر أيضا يعني قامت بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعيات يعني هذا التصعيد على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كيف ترى استقبال إسرائيل هكذا تحذير وتأثير هذا الموقف على الرأي العام العالمي والمواقف الدولية تجاه إسرائيل واتجاه ما يحدث الآن في غزة؟ للأسف الشديد الموقف المصري رغم سلامته ورؤيته الصائبة وأهمية هذا التحذير لإسرائيل وأيضا بشكل غير مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد ما زالت تؤيد إسرائيل في عملياتها العسكرية ولا تدعو إلى وقف إطلاق النار، وإنما تدعو فقط إلى هدن مؤقتة، وهو ما يعني أن استمرار العدوان يعني استمرار التصعيد من الأطراف الأخرى التي تدعم القضية الفلسطينية بشكل أو آخر. من ثم هذا التحذير لقي اهتماما كبيرا وترحيبا كبيرا
من جانب المجتمع الدولي في غالبيته، ونوع من التحذير لإسرائيل، ولكنها للأسف الشديد لا نرى أنها استجابت أو أخذت هذا التحذير على المحمل الجد الذي من شأنه أن يؤدي إلى التهدئة وإلى وقف التصعيد. لا شك أن هذا الأمر أيضا مرتبط بالموقف الأمريكي الذي يبدو أنه وإن بدأ في حيث الشكل يميل إلى الضغط على إسرائيل، ولكنه ليس الضغط الكافي الذي يؤدي إلى وقف إطلاق النار والتوجه نحو عقد صفقات للرهائن ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لأن المشكلة الرئيسية الآن هي الاجتياح الإسرائيلي لهذه المناطق، وايضا ما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزه. نعم، وصلت النظر، واشكرك جزيل الشكر سعاده السفير صلاح حليمه مساعد وزير الخارجيه الاسبق.